حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد محمد العواضي، رئيس شعبة العمليات في وزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الأخبار وكل عام وأنتم بخير. طبعا جهود مقدرة يعني نتحدث عنها من خلال ما تبذلونه في غرفة العمليات في تأمين فعاليات عيد الأضحى المبارك والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وأيضا الزوار. يعني رائد محمد، نتكلم عن أبرز هذه الجهود. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس حبيت أبارك وهني للقيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بعيد الأضحى المبارك، والله يعود علينا وعلى الجميع بالخير والصحة والسلامة. لا شك بأن إدارة العمليات برئاسة الأمن العام متمثلة بغرفة العمليات الرئيسية تحرص دائما على تنفيذ ومتابعة التعليمات الأمنية اللي تم إعدادها لتأمين مناسبة أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الإدارات الأمنية. وما يخفى عليكم بأن منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية تتطلب الجاهزية التامة والاستعداد الدائم لتقديم العون والمساعدة للجميع، وذلك عن طريق الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة بجميع أنواعها على خطوط الطوارئ 999، ومن ثم القيام بإسناد هذه البلاغات إلى الجهات الأمنية المختصة اللي تقوم بدورها بالاستجابة الفورية لهذه البلاغات، واللي بدور نحن في غرفة العمليات الرئيسية نقوم بالمتابعة والتنسيق أثناء مباشرة هذه البلاغات. نعم رائد محمد، يعني لما نتكلم عندما نتحدث عن تحقيق الأمن وضمان تسهيل وانسيابية الحركة من خلال نشر دوريات شرطة النجدة، كيف يتم تحقيق ذلك؟ نعم، بخصوص دوريات النجدة يكون دورها مكمل لدور غرفة العمليات، فعن طريق الدوريات تتم الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة لغرفة العمليات، فهي تعتبر وتمثل المستجيب الأول. وما يخفى عليكم بأن يتم نشر وتوزيع هذه الدوريات بناء على خطة مدروسة تم وضعها لتغطي جميع محافظات المملكة، وذلك على مدار الساعة وبالأخص في الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية وبالقرب من الأسواق والمجمعات التجارية وأماكن إقامة الفعاليات، وذلك من أجل ضمان بث الأمن والطمأنينة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار. نعم، كل التقدير لجهودكم في وزارة الداخلية. طبعا الرائد محمد العوضي، رئيس شعبة العمليات في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.